بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا نحمده سبحانه لا تحصى آلاؤه عددا ولا تنقطع فضائله مددا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن المبعوث رحمة للعالمين محمدا، كرم رسولا وشرف محتدا، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته أنوار الدجى وصحابته مصابيح الهدى، صلاة وسلاما وبركات دائمات سرمدا. الله أكبر، 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 ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر ما كبر المكبرون، الله أكبر ما لبى الملبون، الله أكبر ما طاف الطائفون، الله أكبر ما ركع الراكعون وسجد الساجدون، الله أكبر ما وقفوا بعرفات، الله أكبر ما رموا الجمرات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ما ذكرك الذاكرون، الله أكبر ما غفل عن ذكرك الغافلون، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، ما أسعد الدنيا في هذا اليوم، أعظم أيام الله إلى الله، وأحب أيام الله عز وجل إلى الله، هذا يوم النحر، يوم عيدكم الأكبر، يوم الحج الأكبر عباد الله، فهنيئا لكم أيها المسلمون عيدكم، وهنيئا لكم طاعاتكم، وهنيئا لكم أضحياتكم، بل هنيئا لكم اختيار مليككم أن جعلكم خير أمة أخرجت للناس. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، إن المعلم الأبرز اليوم معلم توحيد الله تبارك وتعالى، إن المعلم الأبرز اليوم معلم توحيد الله عز وجل، راية العبودية للرب المجيد، وعلم الخضوع والاستسلام للشرع الحميد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، الطاعة لك يا رب، فلا طاعة إلا لله، طاعة بعد طاعة، وإجابة بعد إجابة، ولا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى، فالطاعة لله في أمره، والطاعة لله في شرعه، والطاعة لله في حكمه. لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك، لا شريك لك في طاعتك،
فلا نشرك بالله عز وجل أحدا في طاعته، ولا نشرك بالله عز وجل أحدا في الحكم بشرعه. فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فالحمد لله عز وجل على سوابغ إفضاله وعلى أنواع إنعامه، فالحمد لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. الحمد لله في النعماء وفي البلاء، الحمد لله في السراء وفي الضراء، الحمد لله والنعمة له. النعمة له خلقا وإيجادا وتفضلا وإكراما، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والملك لك، الملك لك، خلقت وحدك ورزقت وحدك، رفعت وخفضت، أعطيت ومنعت، خلقت وأعدمت، رزقت وحدك سبحانك. فكما خلقت وحدك فلا تعبد إلا وحدك، ولا حكم إلا حكمك، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم. فالدين القيم أن تكون العبودية لله عز وجل وحده، ولا تكون العبودية لله تامة حتى تكون له الحاكمية كاملة، ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحكم لله، كما الملك لله، كما الخلق لله، كما الرزق لله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. في مثل يوم عرفة وقبل هذا اليوم من أكثر من 1400 عام، وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فأنزل الله عز وجل عليه وحيا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. كمل الدين فلا نقص فيه، كمل الدين فلا نقص فيه، ولا حاجة لنا إلى استيراد قوانين غربية أو نظريات أرضية. اكتمل الدين فلا نقص فيه، فلا نحتاج إلى أن نأخذ منه ما نريد أو أن نترك منه ما نهوى. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالدين اكتمل، وأتم الله عز وجل علينا النعمة، نعمة الإيمان به والإسلام له سبحانه وتعالى. ورضي الله عز وجل لنا الإسلام دينا، رضي الله عز وجل لنا الإسلام دينا، منهجا للحياة ودستورا للنجاة. أفلا نرضى ما ارتضاه لنا الله؟ رضي الله عز وجل لنا عقيدة الإسلام، فهي أصح العقائد وأخلصها. ورضي الله عز وجل لنا، ورضي الله عز وجل لنا عبادة الإسلام، فهي أزكى العبادات وأطهرها. ورضي الله عز وجل لنا أخلاق الإسلام، فهي أحسن الأخلاق وأهناها. ورضي الله عز وجل لنا شريعة الإسلام، فهي أصح الشرائع وأرضاها وأتم الشرائع، بها تصلح الحياة وتصلح كذلك الآخرة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله،
فمن نازع الله عز وجل في شرعه فزعم أن له حق التشريع مع الله أو نبذ شريعة الله أو التشريع بخلاف ما شرع الله فقد نازع الله عز وجل في ألوهيته، فقد نازع الله عز وجل في ألوهيته. فالحكم لله، كما الشرع لله، كما الملك لله سبحانه وتعالى. فمقتضى العبودية أن يكون الحكم لله سبحانه وتعالى. أفغير دين الله يبغون؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا حاله، وهذا حاله كمن يقول، هذا حاله كمن يقول أنه كمن يريد أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله. فإن الله عز وجل ذم أقواما أحلوا بأهوائهم وحرموا بآرائهم، وهذا كمن يريد أن يسوي بين الذكر والأنثى في الميراث وفي حق التطليق، أو يجرم زواج القاصرات تحت سن 16، مع أنه في دول الغرب في إسبانيا تتزوج الفتاة عند سن 14، ولا يجرمون، ولا يجرمون أن تمارس الفتاة الرذيلة عند هذا السن أو قبله. هؤلاء ذم الله عز وجل فعلهم زورا قالوا وبهتانا أرادوا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن مقتضى العبودية لله تبارك وتعالى ألا نرضى إلا بحكمه، وأن يكون الخضوع والاستسلام لشرعه. فالحكم لله والشرع له سبحانه وتعالى. وإن ناسا من الناس، وإن ناسا من الناس يقولون بزعمهم وبآرائهم أن شريعة الإسلام لا تصلح لهذا الزمان، ويعدون التذكير بالجنة خرافة ودروشة، ويعدون التذكير بالنار تفزيع وتخويف، ويقولون كفانا الحكم بالإسلام، كفانا الحكم بالإسلام. هكذا يقولون، هكذا يريدون عباد الله. فماذا، فما الذي يخيفهم من شريعة الإسلام؟ وماذا رأوا من شريعة الإسلام؟ لقد عاشت أمة الإسلام قرونا من الزمان، عاشت أمة الإسلام قرونا من الزمان، كانت لها العزة والسيادة والقوة والريادة حين كانت تعلوها أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. وحتى استباح الأعداء بلاد المسلمين، فجاسوا خلال الديار بعد أن عاسوا في العقول السقيمة والقلوب المريضة، فجنبوا شريعة الله تبارك وتعالى، وحكموا بلاد الإسلام بالقوانين الغربية والنظريات الأرضية. فماذا قدمت لنا تلك النظريات الغربية والشرقية؟ ما الذي قدمته لنا الاشتراكية والديمقراطية والقومية والعلمانية والليبرالية عبر 200 عام مضت؟ ما الذي قدمته لنا؟ هل جعلت من أمة الإسلام أمة في مقدمة الأمم في الصناعة والتجارة والزراعة والتقنية؟ ما قدمت لنا هذه النظريات الأرضية الطينية الغربية إلا المجون وإلا العري والخلاعة، وإلا تخنس الشباب والمخدرات واللواط وترجل النساء، وأصبحت مقاليد الأمور بيد الأعداء. فهلا كف هؤلاء المنافقين، فهلا كف هؤلاء المنافقون والعلمانيون أذاهم عنا؟ لماذا يريدون لأمة الإسلام أن تظل زيلا للأمم، تابعة لا متبوعة، تستورد القوانين كما تستورد السيارات والإطارات؟ ما الذي يريدونه هؤلاء من هذه الأمة؟
ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن المسلم الحق عباد الله الذي لا يرضى بغير شريعة الله عز وجل شريعة، ولا يرضى بغير حكم الله عز وجل حكمة، بل يسلم لأحكام الله سبحانه وتعالى ويخضع لشرع الله عز وجل راضيا مطمئنا فرحا مستبشرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وإذا كان لأهل الكتاب من أصحاب الشرائع الأخرى الحق في أن يتحاكموا إلى شرائعهم وهم في بلاد المسلمين، أوليس من حق المسلمين في بلادهم أن يتحاكموا إلى شرائعهم؟ سبحانك ربنا، هذا بهتان عظيم. ولقد جاءت شريعة الله عز وجل، جاءت شريعة الله عز وجل لترعى مصالح العباد، كل العباد، فحفظ الشرع، فحفظ الشرع النفس وأمن البلاد، فجعل جريمة القتل أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله تبارك وتعالى. وقال عز من قائل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وجعل قتل نفس واحدة قتلا للناس جميعا، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخزله. وكذلك حفظت الشريعة، حفظت الشريعة النسل، حفظت الشريعة النفس، وحفظت الشريعة المال، فحرم الربا وأحل البيع، حرم الربا وأحل البيع، ورغب في الصدقة وأوجب الزكاة، وحبب إلى الناس التيسير على بعضهم البعض وتفريج الكروبات، وحذر من الغش ومن الحلف الكاذب لإنفاق السلعة وأكل أموال الناس بالباطل. وجاءت الشريعة لتحفظ العقل، لتحفظ العقل حتى يتم للناس عقلهم وإيمانهم، لتصبح العقول سليمة والأفكار قويمة. فحرم الخمر والمخدرات، فكل مسكر حرام وكل مسكر خمر. ولعن الله عز وجل الذي يتعامل في المخدرات والمسكرات، لعن الله عز وجل الذي يتعامل في المخدرات والمسكرات فيفسد على الأمة عقلها، ويفسد على الشباب بدنها، ويفسد كذلك اقتصاد البلاد والعباد. وجعل عقوبة شارب الخمر الجلدة. وجاءت الشريعة، وجاءت الشريعة كذلك لتحفظ الأعراض، فحرم الله عز وجل الزنا ومقدماته من الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء، ومصافحة المرأة التي لا يحل لك أن تصافحها، والنظرة الحرام، واللين بالقول، وإبراز مفاتن الجسد، والعري، والتبرج بالزينة لغير المحارم. فجاءت الشريعة لتحفظ أعراض الناس كذلك، وجاءت الشريعة أيضا لتحفظ عقيدة الأمة ودينها، لتحفظ عقيدة الأمة ودينها بإصلاح الباطن، إصلاح الباطن بالعقيدة الصحيحة، وإخلاص القصد لله عز وجل وتزكية النفس، وإصلاح الظاهر بإقامة الشعائر والعبادات العملية وإظهارها لتكون معلما من معالم الأمة الإسلامية، وحض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله عز وجل
لنشر دينه في ربوع الأرض ومشارقها ومغاربها، والذب عن حياضه والدفاع عنه بالجهاد والجلاد لرد المعتدين المناوئين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، إن أهم المعالم البارزة في هذا اليوم أن أمة الإسلام أمة واحدة، فكل الأمة الإسلامية تصلي بهذه الصلاة في هذه الساعة، والحجاج وفد الله في حرم الله يغدون لرمي جمرة العقبة الكبرى، والمسلمون في أنحاء الأرض يذبحون أضحياتهم. إن هذا لدليل واضح على أن هذه الأمة أمة واحدة، جسد واحد، وبناء واحد، ولبنات مترابطة بعضها ببعض. عباد الله، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويقوم بذمتهم أدناهم، ويرد أقساهم على أدناهم، وهم يد على من سواهم. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخزله. وكان الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله عز وجل. وإخواننا من أهل السنة في سوريا، إخواننا من أهل السنة في بلاد الشام يذبحون تحت سكين الجزار، وأمة الإسلام مكتوفة الأيدي، والغرب الحر كما يزعمون تركهم لمصيرهم، يلقون حتفهم تحت صيات الطاغية المستبد، والله عز وجل ناصرهم ومؤيدهم. فلا أقل من أن نمد يد العون إليهم بكل ما نستطيع، من فر منهم من جحيم المعارك، ومن بقي منهم تحت خط النار، دفاعا عن بيضة الإسلام حتى تتخلص بلاد الشام من حكم الروافض العلويين المجرمين. والله عز وجل مؤيدهم وناصرهم عما قريب، يبتليهم ليصلحهم ويصلح بهم، ليعلم الله عز وجل المجاهدين منهم، ويعلم الله سبحانه وتعالى الصابرين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، أبشروا وأملوا، أبشروا وأملوا، الإسلام قادم، والدين منصور، والفتح قريب، والنصر آت، والمستقبل لهذا الدين لا محالة. فكونوا عباد الله جنودا للإسلام مخلصين، تذكركم الدنيا بخير وتفلحوا في يوم الدين. وإياكم عباد الله أن تخذلوا دين الله عز وجل وشريعته. قال صلى الله عليه وسلم: زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وقال صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. والعالم كله اليوم في مشارقه ومغاربه قد استفاق على الحقيقة الكبرى، وبدأ ينبذ عن عقله الخرافة والضلالة، وأصبح الناس في أوروبا وأمريكا وإفريقيا وإستراليا أصبح الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وفي مصر بالعشرات في كل يوم. عباد الله، وقطار الإسلام ماض، ركابه يزيدون، ووعد الله آت، وستعبد الأرض ربها بالدين الذي ارتضاه لها، دين الإسلام. فإياكم عباد الله أن تخذلوا مشروعكم الإسلام، إياكم عباد الله أن تخذلوا مشروعكم الإسلام. فلن نصوت لدستور لا يحقق الحد الأدنى من الشريعة الإسلامية ومن هوية الأمة ومرجعيتها الشرعية إلى شريعة رب البرية سبحانه وتعالى. إياكم أن تخذلوا شريعتكم
وإياكم أن تخزلوا مشروعكم، وإلا خزلكم الله عز وجل. فمن يخزل الإسلام يخزله الله، ومن ينصر الإسلام ينصره الله. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، هذا يوم التضحية، هذا يوم الفداء. ضحوا عباد الله، ضحوا بشهواتكم، اذبحوا معاصيكم على صخرة طاعة الله سبحانه وتعالى. قوموا عباد الله، اذبحوا أضحياتكم، حققوا ملة أبيكم إبراهيم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واسوا الفقير، امسحوا دمعة اليتامى، امسحوا دمعة اليتامى، وأبردوا قلوب المحزونين. وعليكم عباد الله بالأيتام والأرامل والمطلقات، بالأيتام والأرامل والمطلقات، والفقراء والمعاقين والمسنين، واسوهم في هذا اليوم عباد الله. امسحوا دموع المحزونين، وفكوا كروب المكروبين، وافرحوا عيالكم، وسعوا على أنفسكم وعلى عيالكم، والهوا معهم لهوا مباح في طاعة الله وفي غير معصية الله سبحانه وتعالى. وتقبل الله عز وجل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.